طيب خلينا ننتقل مع حضرتك للمبادرة الرئاسية الأضخم في تاريخ مصر وهي حياة كريمة. امبارح شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تسليم عدد 40 منزل من المنازل بعد إعادة إعمارها وتسليم 30 مشروع من المشروعات التنموية للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان، أحد أشد قرى المحافظة احتياجا. تفقدت الوزيرة المنازل التي تم إعادة إعمارها وتسليم مفاتيحها لأصحابها، وأيضا قامت بتفقد المشروعات التنموية وتسليمها لأصحابها، وهي عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد، كما تشهد إعلان مؤسسة صناع الخير للتنمية إطلاق مشروع تنموي جديد يستهدف إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة، كما تتفقد القافلة الطبية الموسعة التي يتم تنظيمها على هامش الاحتفالية. أكيد طبعا مبادرة حياة كريمة يعني لن ولم تترك أي قرية أو أي مركز من محافظات الجمهورية يحتاج إلى أي شيء، وهتمده بيه على الفور زي المبادرة الرئاسية. هذه المبادرة الأهم وهي حياة كريمة، وهو ده الهدف الأساسي لها. حضرتك تابعت إزاي هذه الجولة الهامة للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباش؟ يعني خلينا أقولك، هي بتضيف جديد، بتضيف شكل من أشكال اهتمام الدولة بمثل هذا المشروع، وهذا مشروع ضخم ومطلوب ان احنا نعممه على مستوى قرى الجمهورية على فكرة، لانك انت تعيد التراث القديم لهذه القرى والصناعات اللي انتصرت لهذه القرى. انا متصور انها مسألة مهمة جدا. صناعة الحرير، القرية زي قرية اخميم في سوهاج ديت الى حد كبير جدا صناعة من الصناعات الكبيرة، وانت كنت بتنافس بيها على نطاق الدولة ونطاق الاقليم. واحنا بنتكلم على الصين في تحليلنا الاولاني، الصين برعت على نطاق الدولة ونطاق الإقليمي بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات المتوسطة، وتقريبا ورش في كل بيت وفي كل منزل. فمثل هذه المبادرات وتعميم هذه المبادرات على القرى في أنحاء الجمهورية، أنا متصور لا هتضيف حياة كريمة للمواطن. المواطن عايز طريق صالح، عايز كهرباء تكون متوفرة، عايز رعاية صحية، عايز خدمة تعليمية متميزة، عايز طرق، عايز صرف صحي، عايز مياه نظيفة. استطعت انك انت توفري له ده الى حد كبير جدا هتحدي من مشاكل كثيره جدا موجوده في هذه القرى. ان شاء الله دايما حياه كريمه اسم على مسمى. ان شاء الله.